اخذنا بيسكس تبعون البيك ماركت كنترولر، واخذنا كم من اكزامبل كيف نضوي الاي ديز، كيف نطفي الاي ديز ونشيك على سويتشز. واحد من اكزامبل اخذناهم هون، اول اكزامبل اخذناه بالسلايدز هون واضح انه فقط ركبنا 8 الاي ديز وخليناهم يعملوا turn all the LEDs on. فراح نبلش نعمل simulation للسيستم هاد. راح نروح على Protus, highlight Protus, بعدين حط على الماوس left touch. You can go to open or you can go to run as administrator. بعتمد كيف السوفتوير لProtus كان installed عندكم. It's better to run it as an administrator عشان بعطيكي more options. Yes. And we open the Protus. Oh, there's the Protus. تمام. So, هلا نتعامل مع the Protus. لاحظ اللي عندنا اياه. This is the main screen that we have. عندنا هون file. New project, open project, save as, exit application. At the same time, عندنا هون start في عندك ال open object, open project, أو new project, new flow chart, open sample. إحنا راح نتعامل مع open project زي كأنه project جديد، برنامج جديد، أو sorry, open project هو already مخزن عندنا زي هدول ال recent project that I worked on. وفي عنا new project if we want to start a new project. هون في عنا schematic capture, PCB, simulation. احنا ال PCB layout مش راح نتعامل معاه. That's if you want to actually manufacture circuit. احنا المهم عنا راح يكون schematic capture with simulation. If you press on the schematic capture هون, بعطيك help menu. This very, بعطيك help menu how to work with it. وإذا كبست على simulation برضو بعطيك another help menu interactive tutorial بحكي لك كيف تعمل معه وبحكي لك الخطوات اللي بتحتاج تعملها to simulate your circuit. أوكي. وبرضو هون في عندك get started في عندك برضو help هون. So let's start with a new project. So I go here بحكي new project. هاي new project فتحنا. Initializing project wizard. هاي فتح نيو بروجكت. راح اعطيك اسم باي ديفولت. يعطيك باث هو راح يخزنها باي ديفولت. انا بدي اعمل هذا اغير اسمه. بدي اسميه بروجرام تيست. بروجرام تيست. اوكي. وهون بدي الديفولت تخزن محل ما انا حاطط البروتوس سوفت وير. انا بدي اخزنه محل ثاني. بدي اروح للبراوز and I can choose whatever I want on. I'm gonna choose الفولدر تبعت الصف هاد. So you can choose whenever you want, wherever you want it. هاي المايك كنترولر بالبروتس وهي اسم ال شو سميته انا؟ بروجرام تيست سميه بروجرام. بروجرام تيست. اوكي. ليش اعمل هيك؟ Program browse new project yes. I'm gonna browse okay. Where is my BU courses okay. Microcontroller and I go to process. Okay, so it is saved. Program test اسمه. Next. So, هلا next. بيجي هون بحكي لك do not create schematic or create schematic. Schematic or circuit diagram. Yes, I want to create schematic. فخلي هاي الديفولت. ما تغير. خلي هذا is default. Create schematic. Yes. Next. Do I want to create a PCB layout? No, I don't want to do that. That's something else. ما بنحتاجه بالصف هاد. So just say Do not create a PCB layout. Next.
بدي فيرموير، فيرموير بيس بدي فيرموير عشان عندي مايكرو كنترولر، فاس يس بدي اعمل فيرموير. هون بعطيك الفاميليز اوف ذا فيرموير 8051. لا انا بدي البيك، سو اي جو فروم ذس ليست رايت هير، انا لوك فور، هاي في عندك الاردوينو از اكزامبل، انا بدي بيك 16، هاي بيك 16. البيك نفسه في عنده عده فاميليز لسه ما درسناهم، احنا لهلا اخذنا بيك 16 F84، سو بنقي البيك 16 وبالديفولت طلع بيك 16 F84A، هو نفس البيك 16 F84 بس الفرق الوحيد هو باخذ فريكونسي اكثر الكلوك تبعته. سو وي تشوز ذس، الكومبايلر بتخلي الكومبايلر الام باسم اوكي خلي زي ما هو and you go next. So I'm ready. Okay. عندي schematic وعندي firmware. So you go finish. And we're done. شوف الديفولت بيطلع عندك. أول ما تبلش new project بيطلع لك. إذا بلشت new project بالطريقة هاي أنت أخذت firmware أخذت schematic بيطلع لك two tabs. Tab للsource code. هون راح أكتب برنامج تبعي. وتاب للschematic. السكيماتيك باي ديفولت اعطاك البيك 16 F84، بقدر اكبره هون. There it is. عندك الاوسيليتر كلوك ان كلوك اوت، عندك الماس الكلير كلير هو الديفولت حطه لبلس بلس فولتج بلس في دي دي عشان ما يستخدمه، ولكن وي كان تشينج ذس. عندي الار اي بورت اي وعندي بورت بي. طيب هلا وات وي ونا دو، بدنا نحط السيركت تبعتنا اللي هي نحط هاي السيركت اوكي، بدنا نحط هاي السيركت اللي اخذناها بالصف، بدنا نحط 8 ال اي ديز مع ريزيسترز، وبدنا نحط ار سي. بدل ما نحط الار سي انا راح احط كريستال او اوسيليتر اسهل. سو ذوز ار ذا تو RC circuit عشان تحدد الفريكونسي اللي بدك اياها، تشبكهم مع clock in او بين clock in و clock out تحط crystal. So I'm gonna do put a crystal هون تعمل معها اسهل. So let's start. هلا بدي اجيب ال LEDs، فانا في عندي two options، يا بروح على P هون طلعني على library، هاي library بختار اللي بدي اياها من هون library، او بقدر برضو right hand click place component from library، بعمل نفسي. So go from library high library. هلا بدنا LEDs. So let's say LEDs want to جاي LED optoelectronics. هاي ال LEDs. So عندك ال options هون، خلينا نبلش من الأول. عندك كل options هون. Those are all the options. Those are the components الموجودين بالبروتوس. فعندك analog ICs and the capacitors, all of those I can choose any of those. أنا بدي ال LED، فراح أروح ل الأوبتو إلكترونيكس. وين الأوبتو إلكترونيكس؟ I'm looking for diodes. لا مش diode، electro Laplace microprocessors أوبتو إلكترونيكس. وبنزل هون عندي sub library، library sub library. بدي هون LEDs. وين LED؟ هاي LEDs. Preston LED. هاي كل LEDs اللي عندي. Okay, so I'm gonna take, let's say I'm gonna take generic LED هون، بقدر اخذ with colors، بدي اخذ مثلا ال yellow، بقدر اخذ ال red، اخذنا ال yellow LED. انا say okay، هلا صار عندي اياه هون، فبحطه هون، I click on this، هي ال LED. This is my LED. بحطه وين ما بدي، بقدر احطه هون، بقدر اقلبه rotate مثلا. بقدر اعمل روتيت كلوك وايز مثلا او كاونتر كلوك وايز، خلي هون برضو كاونتر، هاي ال LED تبعي. بدي احط ال LED هون، بعدين بدي الريزستر. سو اي جو هير بليس كومبوننت فروم لايبرري، او اجين او يو كان اوكي طلع بدي شيء، اي هاف اونلي وان ات كوبيد ات اوكي، او باجي هون بي لايبرري بدي ريزستر. سو I look for resistors هون، هاي resistors، هاي resistors. بدي أخذ هذا resistor أول واحد، أعمله أوكي. هاي resistor هون،
بدي احط ريزستور هيك. اوكي سو ناو اي كان موف ذا هول ثينج او اي كان بقدر اعمل هاي عشان اعملها سنتر. هاي سنتر هذا يو كان يوز ذس تو سنتر ات سم وير ايلس. انا بدي اعمل السنتر هون يصير بالسنتر. اوكي هدول طبعا بتكبر وهاي بتصغر. سو هلا لاحظ كيف الماوس تبعي صار عباره عن بن. هلا بعمل ليفت هاند كليك على الماوس وبشبكه بكبس مره ثانيه باجي لهون بعملها. هلا هاي هاز تو جو تو جراوند سو اجيب جراوند 1 اجيب الجراوند بقدر اجيبها من هون تيرمينالز تيرمينال مود او رايت هاند كليك الماوس برضو بليس اي كان جو تيرمينال بدي جراوند وين الجراوند هاي الجراوند سو بدي الجراوند بحط الجراوند هون اوكي بشبكهم هاي اوكي سو اي جت ماي فيرست ال اي دي مشبوك مع ار بي 0 بدي اشبك الاوسيليت 1 اوسيليت 2 مع كريستال بروح اللايبرري بدي اروح كريستال كومبوننت فروم لايبرري حط هون كريستال كريستال كتب غلط كاي كريستال اوكي هاي الكريستال تبعتي راح احطها هون اوكي هاي الكريستال بدي اعملها فليب روتيت اوكي بقدر احركها كريستال تطلع كلوك ان اوسيليتر 1 وكلوك اوت There you go. بس. هلا again عندي two options عشان أشغل ال PIC 16F84 أو المايك كنترولرز ال PIC مايك كنترول بشكل عام. بقدر أحط كريستال عبارة عن oscillator بشبكها مع clock in و clock out. Okay. أو زي ما كنا ناخذ بالصف بقدر أعملها بالطريقة هاي بحط not this one. بحط RC circuit أو بحط ال RC circuit. Okay. هلا في ادفانتج ديس ادفانتج لكل واحد بنحكي عنهم بمحاضره ثانيه بس فور سمبلستي هون حطيت كريستال اي حطينا كريستال اوكي جريت سو اذا بدي اعمل نفس السيركت هاي بدي احط وهي راح اخذني وقت ذات يو نو اذا بجيب اي بريس اون ذس اي كان جو هير وبحكي كوبي copy to clipboard هاي صارت معي هون هاي حطيتها هون click on here هاي صارت عندك I copied okay I copied the wrong thing بعمل له highlight طلع برا I want to copy this so you here تيجي هون بتحكي copy to clipboard وهيو ليش عم بطلع معي wait let me try again Let me highlight this. اجي لهون اعمل copy block. Okay, I can copy هاي البلوك تبعت كلها. Okay. هاي copy block. ممتاز. وشو بضل معي؟ بقدر اعمل 1 2 3 and so on. بس انا I'm gonna delete this. شبك هذا هلا بشبك هون مثلا. هاي LED الثاني. بدي شيك. من هون. هاي. اوكي وبقدر هلا هون اخذها لا هاي صار عندي 2 LEDs اوكي انا بدي 8 LEDs بس راح ياخذني وقت اعملهم فراح افرجيك كيف تعمل 2 LEDs بعدين راح افتح فايل اوردي ستورد عندي طيب ليتس لوك ات ذا سورس كود شوف السورس كود سورس كود جزء كثير منه انيشلايزيشن موجود ما بتحتاج تعمل فيه شيء كل ما يكون عندك سيمي كولم معناته هدول كلهم كومنتس ما له علاقه برنامج جست كومنتس بحكي لك هذا was great November 19, 2020 هو اليوم مايكرو بروسيسور تبعنا البيك 16 F84A الكومبايلر MPASM هلا شوف هون بحط include it included بيك 16 F84.A.include هذا الديفينيشن فايلز يعني هذا بيساعدني بدل ما اجي بالبرنامج تبعي واعمل هدول port b equals 06 support a equals 05 هدول بالنسبه لكلهم معرفين رايتي يلي زي ما هو
here. You leave everything else the same. You write your code here. So نكتب الكود البسيط تبعنا اللي هو هذا move LW00 tris port B عشان يخلي port B كله output clear file. لا actually we're gonna write the easier one. راح نبلش بهذا راح بس اضوي LEDs move LW00 tris 86 او tris port B move LWFF move WF06 06 هي برضه port B. So let's go to the code here. بنحكي move LW move LW 00 بعدين press move WF tris port B tris port B هو أول تنتين كتبناهم هون هيو move LW 00 و tris port B بعدين move LW FF move WF port B okay. So, خلص سمناها بنحكي هون move LW FF move WF port B. هلأ هون راح أعطيك error عشان FF ما عرف إن hex فبنحطه لي هون 0x. شايف كيف صار أحمر؟ هون كان أسود 0x انه بحكي له انا هاي الاف اف معطيك اياه كهكس كود. It's a hex code. So I'm gonna save this. هلا عندي move LW00 tris port B معناته port B صار كله output وff حطيتها بدبل جنات port B معناته المفروض كل LEDs تبعنا تضوي. عندي 2 LEDs هون. So let's see. Go. Running. Very simple. Stop it. طلع البرنامج. Run. هاي دول LEDs. Okay. هاي stop it. من البرنامج هاد. عندي هون. هلا. بدنا نعمل مع 8 LEDs. فأنا راح أسكر هاد. راح أسكر أفتح برنامج already موجود عندي. هو فيه 8 LEDs. هيو. هاي 8 LEDs. نفس الشيء بالضبط اللي عملناه قبل شوي. بس هون في عنا 8 LEDs. اوكي. شوف هون. هاي عنا 8 LEDs. هاي 8 LEDs. شوف البرنامج شو كاتبين. البرنامج. نفس البرنامج هون. بس عم بعمله برضو increment. خلينا نطلع هاد. نطلعها من برا. comment out. شو عايز استخدمه. هاي comment out. comment out. comment out comment out comment out زي البرنامج اللي قبله بس 8 LEDs move بس هون بعمل clear هون راح يطفي كل LEDs in this case. So let's take this out و try نعمل بس زي ما حكينا اول move LW 0X FF move WF port B هيك مفروض يضوي. شوف لما حطيت port B صارت اسود عشان ما تعرف اللي port B معناته صح. نفس البرنامج عملناه اول بالضبط بس انا عندي 8 LEDs. اعمل له سيف هاي البرنامج هون and you run and all the LEDs are on. كل LEDs on. اوكي great. next اللي بدنا نعمله بدنا نعمل برنامج لا لسه بكير عليه نعمل برنامج تبع الانكريمنت اللي هو هاد increment port B بصير LEDs يضوي واحد ورا الثاني على الباينري كاونت. So let's try this. نرجع البرنامج هون source code هو اللي اصلا كنت كاتبه. هاي ما بدي اياها. This is out. هاي clear file port B ترجعها. clear file port B وعندي increment port B go to again go to again. اوكي هلا هذا الكومنتد اوت هذا ديلي مش راح استخدمه لا بدون ديلي. This is just a delay. So I have move LW00 tris port B clear file port B صفر port B طفى كل ضواو
increment 5 pop go to again بضل لف بالاجين. طبعا هدول again هدول عباره هدول كلهم commented out so I'm not using them in my program. The only thing I'm doing increment port B وgo to again. Let's save this. Well, let's take a look at the schematic. Let's run it. الديز بضو بطفو عم بعمل بانر اكاونت بس سريع كتير بش عم بشوف يعني مثلا هاي بش عم بشوفها بتضو بتطفي عشان سريع كتير على على العين. بس لاحظ هون الاحمر هذا برمش وهذا الاحمر والازرق برمش معناته عم بتغير 01 01 01 بس it's too fast we cannot see it. عم نشوف هدول باقي مش عم نشوفه. اوكي وي كان وات وي دو بنرجع هون هي رجعنا هون الديلي حطينا ديلي يعني زدنا هات موف ال دبليو اف اف حطيتها بدبليو ونقلت على زيرو سي لوكيشن بالرام اللي هي جنرال رام وعملت ديكريمنت فالس كيب زيرو ضليتني اعمل هون ديلي على اساس اشوف البلينكينج اللي هو اخذنا الديلي سمور هون اخذنا الديلي اخذناه بالصف هي الديلي ذيس از ذا ديلي اخذناه بالصف موف ال دبليو اف اف موف دبليو اف تايمر اللي هو هون عنده 0 سي ديكريمنت فاست كيب اف 0 جو تو داون هو نفس الشيء الديلي هون. So let's take a look at this. Let's save it. نيجي لهون. Let's go. شايف هلا صرت اشوف هذا بلينكس. اول ما كنت احصل على البلينكينج عشان كانت تو فاست بس هلا حطيت له ديلي. اللي عم بعمل هون عم بعمل انكريمنت للكاونت. عنده 8 بيتس ار بي 0 لار بي 7 مربوطين مع ال اي دي 1 لال اي دي 8 وبضل بعمل بانر كاونت فال ال دي بلاي اون اوف اون اوف حسب الكاونت تبعه. اوكي سو هدول تو اكزامبلز. ناو ليتس تيك لوك ات ذا ثيرد اكزامبل اللي اخذناه بالصف اللي هو هذا. ليتس تيك لوك ات ذيس اكزامبل. هلا حطيت تو سويتشز مع ريزيستر هون واشتغلت على البرنامج هاد اللي هو بعتمد انه سويتش مسكر عشان اعمل يا بعمل اذا سكرت الكلير كل اللي ديز بطفو سكرت الكاونت راح يصير يطفو نفس السيستم وهذا كل الكود اللي اخذناه المحاضره الماضيه. What I'm gonna do I'm gonna come here I'm gonna close this we'll close this. Okay هلا نعمل new project نفس الشيء سميته برضو تيست سميه تيست 2 مثلا. اوكي والبرو بدي اخزنه بنفس المحل عشان كل البروجرام تبعي مسجلين محل واحد. So here موجود عندي هوم موجود مايكرو كنترولر ذس ماي مايكرو كنترولر اند ذس از ماي بروتوس اند اي سيلكت فولدر اند اتس سيفد جود نيكست ديفولت كرييت سكيماتيك يس نيكست دو نوت كرييت بي سي بي يس دو نوت كرييت بي سي بي فيرم وير يس كرييت فيرم وير انا بدي اخذ البيك 16 اف 84 اخذها نيكست فينيش. اوكي اعطاني الديفولت هون اعطاني هاد. So again, right hand click place أو من library هون هاي library هون بس ل LED أخذنا LED الأوبتو وين الأوبتو أوبتو electromagnetic transform أوبتو electronics وباجي هون بحكي LED هاي LED حكينا اخذنا ال LED احنا بقدر اخذ جرين هاي اخذت جرين هالمره مش مشكله جرين. اوكي بجيب ال LED بحطه هون وبربطه رايت هير. هلا بدي ريزيستر كمان بليس كومبوننت فروم لايبرري ريزيستر هاي ريزيسترز اخذت الريزيستر وين ريزيسترز resistors من the general resistors
ريزستر باك فاريبل ريزستر لا بدي جنريك هاي جنريك ريزستر اوكي ريزستر او سب كاتريس هاي ريزستر اخذنا هاد اوكي جبته حطيته هون هاي ريزستر تعمل له سويتش بعمل له روتيت هاي روتيت هاي ريزستر هون اوكي شبكته مع بعض لاحظ على الريزستر اذا كان دبل كليك اون ذا ريزستر اي كان تشينج الفاليو تبعته عاده بتكون وين الفاليو جنريك حط الجراوند بليس التيرمينال اجين هاي الجراوند تبعتي هاي الجراوند حطيت الجراوند هون اوكي و 1 جرام بدي وشبكتهم مع بعض اوكي هذا حط له سويتش ليتس ميك 1 سويتش سو يجو هير نعمل سويتشز زي محطوط عندنا هون هاي السويتش لاحظ السويتش مربوط مع جراوند تحت فوق مربوط مع 1 اوف ذا ار بين اي وعنده ريزيستر تو باور سو بدي اجيب سويتش بليس كومبوننت فروم لايبرري فتش على السويتشز سويتشز اند ريليز هاي بوتن سويتش هاي السويتش اوكي هاي اخذت السويتش حطيتهم هاي السويتش هاي السويتش اوكي بدي اربط ار اي 0 مع السويتش هون هون بدي اربط هاي مع الجراوند هاي مع الجراوند زي مربوط عندي هون لاحظ السويتش سويتش مربوط من جهه مع الجراوند مربوط مع ار اي هلا بدي ريزيستر بلس 5 فولتس سو يو جو هير اي نيد ريزيستر بليس كومبوننت اجين فروم لايبرري بدي ريزيستر ريزيستر هاي ريزيستر اوكي هاي جبنا الريزيستر حطيناه هون اوكي بدي هقلبه فليب روتيت هاي الريزستر حطيت الريزستر هون شبكته مع اوكي هلا بدي احط الباور سو يو بليس تيرمينال بتحط الباور هاي الباور رايت هير هاي شبكته اوكي شبكته ان يو كونتينيو زي اللي اخذناه كمل نفسي عشان تعمل السيركت عشان نعمل السيركت هاي كلها اوكي هلا عشان راح ياخذني وقت اعمله هلا قدامكم احط كل ال 8 ال ديز انا اوريدي عندي واحد سيفد سو ام غانا كلوز ذس سويتش نو ام غانا اوبن وان ذاتس اوريدي سيفد اللي هو ذس اوكي سو هاي السيركت موجود عندنا هون This is the circuit. عندي LEDs 8 LEDs مربوطين مع ريزستر. لاحظ الريزستر هون كل واحد منهم بعطيني الفاليو 100. بقدر أغير الفاليو هاي 100 أوم. I can change this بس أنا حطيتهم 100 أوم هون. هاي الكريستال. هاي واحد من السويتشز اللي عملناه قبل شوي مع ريزستر. وهاي السويتش الثاني مع ريزستر. حطين هدول ريزستر على قديش على 10 كي. هاي ريزسترز. معناته هاي السيركت هي بالضبط نفس السيركت هاي exactly the same circuit هلا بدي اعمل كود بدي اخذ الكود هذا نفسه شرحناه المحاضره الماضيه بشيك تو سويتشز بشيك اول شيء السويتش الاول اذا بعمل ريسيت او لا بعدين بشيك السويتش الثاني اذا يعمل ران او لا بعدين بعمل اكمل بكمل واللوجيك تبعه نتذكر اللوجيك تبعه كيف كان اللوجيك تبعه كان كالتالي اول شيء كليرز اول ذا بوب بطفي كل ال LEDs بعدين بدي اعمل ريسيت اذا بدي اعمل ريسيت برجع بطفي ال LEDs اذا ما بدي اعمل ريسيت معناته هاي مش مسكر بعمل له ران اذا الران مسكر بعمل انكريمنت اذا لا بوقف على نفس الكود تبع البانر كود ال LEDs وهي البرنامج نفسه كما هو حطيته هون هاي البرنامج write your code here I wrote my code here كلها يا توي this is my code
لاحظ move LW00 trace port B مع port B كله output. هلأ clear file port B صفروا كل الـ LEDs كلهم طافيين. بالتست فايل سكيب اف سيت بشيك هل بدي اعمل ريسيت او لا. اذا بدي اعمل ريسيت برجع لهون بعمل بضل هاد وبعدين بشيك على السويتش الثاني بالتست فايل سكيب اف كلير اذا بدي اعمل كاونت او لا. يا برجع لورا يا بعمل انكريمنت للكاونت هون وهون بعمل ديلي بس يخلص ديلي بضل بالديلي جو تو باك هون بضل بالديلي هون وبس خلص go to start برجع at the beginning هون برجع بشيك على switches مرة تانية. So let's take a look at the code simulated code هيو و let's start هاي start كلهم طافين. ليش كلهم طافين؟ عشان احنا بالكود عنا هون هلا انا معلق هون reset ما كبست ما كبستات معلق هون reset reset ما عمل شيء لسه ما عمل count اكشلي خلص ريست الريجران بيعمل هون معلق هون عشان ما كبست الكاونت فهو خلص هون ريست الريست مش مكبوس بطلع لقدام بدي اعمل ران لا فهو معلق كله معلق هون in this loop until I press the count بيصير يعد زياده. So let's press the count. شوف السي بي يو از رانينج اخضر هاي الكاونت الكاونت اظن تبعي ار اي 0 ولا ار اي 1 خلينا نشوف وين الكاونت حاطه انا الكاونت حاطه على ار اي 1 So, بدي اروح على RA1 هاي RA1 I'm gonna press this هاي كبسته شايف كيف صار يعد LEDs امته وقف كبسته عم بعد LEDs I'm press وقف ليش؟ عشان حسب الجدول تبع الفلوتشر تبعتنا هون لما اعمل run بعمل increment delay increment delay increment delay اذا مش the run is not pushed برجع لهون ووقف الانكريمنت صار يعلق باللوب هاي مره ثانيه. اذا بدي اعمل له ريست اصفرهم كلهم بكبس الكلير لما يكبس الكلير بعمل ريست بصفر كل الاي اي دي. سو ليتس دو ات اجين رن اوكي اتس نوت هذا لازم اكبسه هاي كبسته هاي الاي دي عم بضو بطفو بضو بطفو بضو بطفو الاي دي امتى بطلت اعمل كاونت انمور هلا بدي اعمل ريست بروح للار اي 0 بكبس على هاي كل الاي دي صفر بناء على الفلو تشارت الريست يس كل اللي دي صفر انسوم بدي ارجع هل بروجرام ستيل رانينج كبست هاي مره ثانيه مش راح اسرع عشان اوريدي ريست لاحظ هذا الاحمر والازرق بتغيروا هون عشان 1 0 اوكي طيب ليتس دو ذس كاونت يس كاونتينج اتس كاونتينج بلينكينج وقف الكاونت كاونت اجين وقف الكاونت اوكي هلا هيك تكونوا أخذتوا فكرة منيحة كيف نتعامل مع بروتوس with a very simple project مع LEDs ومع switches وهيك بنكون طبقنا اللي أخذنا آخر محاضرتين بالنسبة للبرمجة وهيك بنكون خلصنا هذا جزء من المحاضرة ويعطيكم العافية. Stop.